بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد 103 على 1. في الواقع في اللي بعض الأصدقاء في جبل زي أمريكا وجبل أوروبا، فلكن يطبقون الإسلام، فاستشهدت بحديثك بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أنا بريء من كل من قام بين ظهراني الكفار لأكثر من 3. فماذا كنت صح للشباب المسلم في دول الكافر اللي يكونوا دعاة الإسلام؟ أو أولا أريد أن ألفت النظر لأن قولك يطبقون الإسلام فيه تسامح كبير في التعبير، أليس كذلك؟ ما فهمت قصدك. قصدي واضح ولكن تأمل فيما أقول. أقول إن تعبيرك بأن أولئك القاطنين في بلاد الكفر أمريكا وأوروبا قلت إنهم يطبقون الإسلام، في تسامح في هذا التعبير. طبعا ما قصدت يطبقون عبادات أنا الإسلام. عارف يا شيخ ماذا قصدت، لكن امشي معي إنه في تسامح في التعبير، صح؟ ما بتدخل صح؟ ماشي صح. الهجم بالرأس؟ يعني خايف يتسجل عليك؟ لا مش عارف. ما في خوف هنا، اعتراف الحق يعني. مزبوط. المقصود أنا أنصح كل مسلم يقيم في بلاد الكفر بما نصح به الرسول عليه السلام، ولا يمكنني إلا أن أكون كذلك. ولكن فقه الإسلام يجعل لي فسحة بأن أقول إذا وجدت طائفة من المسلمين في بعض بلاد الكفر متكتلة متجمعة ويشعرون بأنهم يستطيعون أن يقوموا بتطبيق الإسلام بأوسع دائرة مما لو كانوا في بعض البلاد الإسلامية، هذا أولا، وثانيا يكون لديهم عالم على الأقل إلا ما أقول علماء يبصرونهم بأحكام دينهم، لأن هؤلاء المقيمين في تلك البلاد الكفرية هم يجمعون بين غربتين، غربة الدار فهم غرباء عن بلاد الإسلام في بلاد الكفر، والغربة الدينية، حيث أنني إلى الآن لا أعلم وليس هذا يعني أن عدم العلم بالشيء يستلزم العلم بعدمه، لا، لكني أقول في حدود ما أحاط به علمي. إلى اليوم لا أعلم أن هناك مجتمعا في بلاد الغرب ممكن أن يسمى مجتمعا إسلاميا كنقطة بيضاء في ذلك السواد الكافر يقودهم عالم بالكتاب والسنة، أنا لا أعلم هذا. ولذلك الذي أتصوره من جهة وأعلمه بما يريدني من أسئلة ومن أخبار بأن أولئك الغرباء مرتين يتخبطون في تطبيقهم لدينهم لأنهم ليس عندهم علم أو ليس عندهم عالم يقودهم على الكتاب والسنة. فإذا توفر هذان الشرطان
الشرط الأول أن يكونوا متمكنين من تطبيق الإسلام بأكثر مما يمكنهم أن يطبقوه في بلادهم الإسلامية، وأن يكون لهم على الأقل عالم واحد يهتدون بهديه ويستنيرون بعلمه، وهذا ما لا أعلم له وجودا. لذلك أعود إلى أن أنصحهم جميعا، وهذا ما أفعله دائما وأبدا، حيث في كل ليلة تقريبا تردني أسئلة من مختلف البلاد، من أوروبا، من أمريكا، فأنصحهم بأن يهاجروا من أمريكا إلى بلاد الإسلام، وليس العكس ويسمونها بغير اسمها، يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فغيروا حقيقة شرعية إلى درجة أنهم سموا قديما أمريكا ماذا سموها؟ بالمهجر. هذا خلاف الشريعة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ خطاب لمن؟ للذين أسلموا في بلاد الكفر، أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام. نحن الآن نعكس. إذن ننصح لهؤلاء أن يعودوا إلى بلاد الإسلام. ثم أنا أعتقد أن أي فرد أو أي جماعة تسعى لإصلاح المجتمع الإسلامي، فمهما كان الإصلاح صعبا في بلد إسلامي فهو بلا شك في بلاد الكفر أصعب، لأنه بلاد الكفر مثلا بدك تعالج تصحيح المفاهيم وتصحيح السلوك والأخلاق ومحاربة تبرج النساء وفسوق الرجال ونحو ذلك. هذا بينما تضيع وقتك وجهدك في محاربة هذا الجم الأسود، لا أهون عليك أن تعود إلى بلدك وتستصفي لك مكانا أو قرية أو محلة وتدعو هناك من حولك إلى الكتاب والسنة. هذا بلا شك أنفع وأسهل من هناك، وهذه نصيحتي والله أعلم. طيب. هذا من تمام تولي الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فما يجدون ملجأ وما يجدون حيلة إلا أن يتجنسوا بجنسيات أهل الكفر ويعيشوا في بلاد الإسلام، يعني يصير معه جواز أمريكي مثلا ويعيش في السعودية. والله هذه مسألة كجواب يعني سريع وعلمي، جوابه معروف، الضرورات تبيح المحظورات، لكن هل صحيح أن أي مسلم ما عنده جواز لا يستطيع أن يعيش إلا في بلاد الكفر؟ إن كان صحيحا الضرورات تبيح المحظورات، أما أنا وكما قلنا آنفا أنا لست رجل مطلع على شروط الجوازات والأسباب التي تؤهل إنسان غريب أن ينال جواز في بلد ما إلى آخره، لذلك أطلق القول فأقول إن صدق هذا القائل بأن هناك ضرورة فأنا أقول الضرورة تبيح المحظورات. أما أنا شخصيا لا أقتنع ولا أوجب على غيري أن لا يقتنع مثلي، لا أقتنع أن هناك يعني ضرورة ملحة للمسلم الذي ليس لديه جواز أنه لا يتمكن من يعيش في بلد إسلامي إلا في بلاد الكفر. الله أعلم. شيخي والله هذا الجواب اللي أعطيته شوي سؤال هذا، حكيت لازم يكون شرطين. نعم. للوجود برا، الأول أنه يكون ملتزم بدينه ويطبق الديانة الإسلامية، والثاني أن يكون بينهم عالم. لا ما قلت بالنسبة للفرد، المجتمع جماعة مسلمة
المتغربة في بلاد الغرب يكونوا متكثرين متجمعين، لهم شوكة، لهم شوكة، لهم قوة، لهم عصبة. هذا الشرط الأول، مش يكونوا ضائعين في المجتمع الكافر. الشرط الثاني أن يكون هناك عالم يقودهم. وإذا لم يوجد عالم كان بينهم من يعلم علم قليل بالدين، وإذا واحد صار في مشكلة وما قدر يعطي دليل من الكتاب أو السنة يرجع إلى الكتب، أو كما تفضلت أنه أنت تقريبا يوميا تأتي رجوع إلى الكتب. يا أخي ما بهذه المشكلة، راح يرجع لفتاوى قاضي خان مثلا، راح يرجع كتاب البزازية، راح يرجع لأي كتاب آخر من كتب المذاهب، أو راح يرجع إذا ارتقى وعلى لكتاب الشوكاني، لكتاب سبل السلام إلى آخره. هذا ما يكفي، هذا الرجوع لازم يكون عالم الكتاب السنة. عالم يعني مجتهد، يعني يستطيع يميز الحديث الصحيح من الضعيف، القول الصحيح من القول الضعيف، الموافق لما كان عليه السلف الصالح والمخالف إلى آخره. أي يجب أن يكون بالمعنى الشرعي عالما وبالمعنى العرفي مجتهدا. سؤال عليه الكلام، لما قلت في بلاد الإسلام هناك قول يقوله بعض الناس أن الدار تكون دار إسلام إذا كان الحكم إسلامي أو يطبق شرع الله في هذه الدار، وإذا حتى يعني ولو كان جبل أهلها من الكفار، والديار ديار كفر إذا كان الحكم فيها لا يحكم فيها بما أنزل الله، ولو كان جبل أهلها من الإسلام المسلمين. هل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح. هذا القول إيش معنى؟ ما هو من لوازمه؟ مثلا هذه البلاد أو بلاد سوريا أو غيرها من البلاد الأخرى التي يحكم حكامها مع الأسف كالجزائر بالقوانين الأرضية، هذه أي قسم من البلاد؟ بلاد حربية؟ لا ليس بحربية. أنا أجبتك، لكن لكن نريد أن نصل بطريق تسلسل منطقي فكري إلى إبطال هذا القول. إذا كانت هذه بلاد ليست بلاد إسلامية لأنها ابتليت بحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، ثم هؤلاء الحكام على قسمين، قسم يعترف بأنه يجب أن يكون الإسلام هو الحاكم، لكن هو النفس وهو تعرف المصالح، وقسم ثاني بيقول لك الإسلام هذا رجعي ولا يصلح ليكون حاكما في هذا الزمان، الآن الزمان غير صواب، هذون كفار لا فرق بينه. بس الآية نعم، ومن لم يحكم بأنزل الله. نعم، بس الآية لا تأويلان كما قال ترجمان القرآن، كفر دون كفر ليس كما يذهبون إليه، كفر دون كفر. ولذلك قلت أنا أن الذين يحكمون اليوم في بلاد الإسلام هم قسمان، قسم يعترف بأن الحكم الإسلام هو الواجب، ولكن كالمرابي والسارق والزاني والغاش الذي بنم وبيستغيب لآخره، كل هؤلاء يخالفون الإسلام، فإذا استحلوا شيئا من هذه المعاصي فهم كفار. وإذا قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يتوب علينا، الله يهدينا إلى آخره، يعني العقيدة تبعهم صحيحة لكن عملهم مخالف للعقيدة، فهؤلاء لا نحكم بردتهم. قسم ثاني من الحكام كما قلت لك آنفا يقولون الإسلام لا يصلح للحكم في هذا الزمان، هؤلاء مرتدون. فالآن كثير من البلاد الإسلامية، أكثر بلاد إسلامية إذا ما قلنا كل بلاد إسلامية، محكومة بالقوانين لكن بنسبة متفاوتة، يعني قسم كبير منها قد تكون أحكامها موافقة للإسلام أكثر، قسم منها
مخالفة للإسلام أكثر، وبين ذلك مراتب ودرجات، ولا يهمنا نحن مثل هذه التفاصيل، لأننا نحن الآن نعيش في عهد عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لما بدنا نصير كتلة وبإمكاننا أن نقاتل الحاكم الكافر، الإسلام لا يأمر بمقاتلة الحاكم الكافر ابتداء، إنما يدعوه كما فعل الرسول عليه السلام بمن؟ بكسرى وقيصر والمقوقس وإلى آخره. فالذين يستجيبون الحمد لله، الذين لا يستجيبون هل قاتلهم طفرة ولا تهيأ لذلك؟ تهيأ لذلك. فنحن إذا ابتلينا الآن كما هو أقرب هل شاهد الجزائر بحكام أوروبيين تقليديين أخذوا نظام فرنسا، هل استعمرهم قرن من الزمان وزيادة، فهم يحكمون بهذه القوانين. الآن هل نبدأ بمقاتلتهم ونحن ما بدأنا بمقاتلة شهوات أنفسنا وتربيتها على الكتاب والسنة وما تجمعنا وتكتلنا كما شرعنا آنفا؟ لا، الآن وقت عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا صار عندنا هذه الكتلة كما شرحنا آنفا، نقول أيها الحاكم، إما أن تحكم بما أنزل الله، وإما أن تدع الحكم لمن يحكم بما أنزل الله، وإلا فالقتال بيننا وبينك. هكذا الإسلام، مش ثورة، مش قضية لعبة نريق فيها دماء بريئة دون أي فائدة تذكر. ونسأل الله أن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة وأن يربينا على ذلك. نسيت حالك؟ لا أنا قاعد أستمع. في أن هناك شباب سودانية مصروفهم ممنوع يطلع دولارات إلا من البنك، عن طريق البنك، يعني مش زينا بيقدروش يطلعوا معاهم دولارات إلا البنك يحول لهم. فالبنك بيحول لهم، إذا هم بالصيف راحوا على البنك ودفعوا قيمة $5,000 جنيهات سوداني. ففي عندهم فارق بالسعر بين البنك والسوق السوداء ما يقارب 10-12 ضعف. يعني إذا واحد منهم بيكون معاه $500 وبيروح على السودان، $500 ببيعها بالسوق السوداء بتجيب له فلوس بتكفي لتغطية $5,000 في البنك. وإذا عمل هاي العملية $500 بيوفرهم من مصروفه $5,000 اللي بودينهم إياه البنك، وكل سنة بيعمل هاي العملية. هاي جائزة ولا لا جائزة؟ السوق السوداء مسموح بها هناك في السودان من قبل الدولة؟ مش مسموح، مو جائزة. غيره لا. موضوع التجارة نفسها بحكم عملي المطلوب الدعوة وصلنا عن بعض الأسئلة، لكن أتوقف فيها. من ضمنها يسأل أحد الإخوة أنه يعمل في التجارة، وأحيانا يكون في الباخرة بضاعة، وهذه البضاعة تقدر ب$8,000,000، و صاحب البضاعة اللي هو يعني مثلا الأوروبي أو الأجنبي يتحايل على شركة التأمين، فيقول لشركة التأمين بأن البضاعة قد سرقت من الباخرة، ويقتنعون بكلامه، ثم تأتي البضاعة إلى دبي مثلا وتباع بمقدار مليون. وأصل قيمتها إيش؟ ثمنها 8,000,000. 8,000,000. أي نعم، وتباع بمليون. كيف هذا؟ لأنه قبض من شركة التأمين $8,000,000 ثمن البضاعة، وباعها كذلك بمليون، يعني $9,000,000 أصبح أخذ صاحب البضاعة $9,000,000 بهذه الطريقة. هل يجوز يعني للتاجر المسلم أن يشتري هذه البضاعة المسروقة تعتبر؟ طبعا جواب واضح أنه لا يجوز، لكن أنا أريد أفهم القصة كواقع.
كيف البضاعة الضخمة هذه وشركة تأمين نعرف أنه يعني لا تقل فحصة ودقتها في سبيل مصلحتها عن عمل الجواسيس، كيف تقتنع بأنه هذه البضاعة؟ والله هذا السؤال يقول هذا، يسألنا السؤال وأنا أقول لك السؤال طيب. كما جاء، هل هذا جائز أم لا؟ أنا أقول لا يجوز. جزاك الله خير. كذلك بالنسبة لضيف السؤال آخر، بالنسبة يعني كذلك هناك بضاعة أصلية وبضاعة مقلدة، يعني ونفس المواصفات تقريبا في البضاعة المقلدة نفس المواصفات موجودة في البضاعة الأصلية، فهل يجوز شراء هذه البضاعة المقلدة على أنها أصلية؟ على أنها أصلية طبعا. أو يبين هو نفسه يبين للناس أن هذه ليست أصلية، بهذه الطريقة يجوز ولا أم لا يجوز؟ يعني ما سؤال من السؤال هنا لا بالتحديد أخذ الماركة وتقليدها وبيعها في السوق هل جائز هذا أم لا؟ سؤالك أخي صار ذو شوار. طيب أسأل سؤال السؤال الأول سؤال. هل يعني تقليد البضاعة الأصلية وبيعها في السوق بتمل البضاعة الأصلية؟ طبعا لا يجوز. كل شيء فيه غش فيه تزوير لا يجوز. شراء هذه البضاعة وبيعها للناس كذلك إذا بين أنها مزورة أو مقلدة إذا بين ما في مانع أي نعم. البيان يطر الشيطان. مثل يعني على اسمه والعنوان؟ ايش هو؟ ترويج يعني بضاعة مزورة. انا ما فهمت انه هي من النوع المقلد. نعم مقلدة، هو اشتراها وباعها للناس وقال لهم هذه يعني بضاعة مقلدة وليست اصلية باسم البضاعة الاصلية باسم البضاعة الاصلية. يعني مثلا اداس مثلا فوت أدداس أيوة. في منه أصل مثلا صناعة ألمانية وفي منه موجود صناعة كورية ويبقى أرخص مثلا يبقى أرخص بكثير نعم. أي نعم لكن نقول هذا مش الأصل لكن بيحمل ماركة يا شيخنا بس ما عليش بس أيوة. أفهم ونقفة نعم. هل تعتبر هي مقلدة يعني مسروقة؟ مسروقة الماركة في العرف العالمي الماركة نعم مسروقة يعني الشركة الأصلية لا تسمح بتقليدنا هنا لا تسمح بذلك هذا الذي أنا أسمع لا تسمح بذلك فأنه في أسمع الشركات مثلا سيارات ونحو ذلك ويكون أصلها يابانية بتصير بعدين أمريكية باتفاق سابق أما هذه ليست كذلك لا. طبعا هي نفس الجواب داخلي في أنه تعاون على المنكر لا يجوز أنا بدي أمشي بس معلش في سؤال آخر بس جزاك الله خير نعم. أنا يعني أقرأ على المصابين بالجن حفظك الله بارك الله فيك وعندي بعض الأسئلة في هذا الموضوع نعم. أحيانا عندما أقرأ أدعو الجن للإسلام ويسلم والحمد لله ومرات أسأله عن موضع السحر ليس فقط للمريض وإنما لمرض آخر هل سؤالي له جائز واحيانا هو يساعد في اخراج السحر يساعد ويخبرك عن مكان السحر ويساعد كذلك في اخراجه وفك السحر عن هذا المريض بهذه الطريقه هو نفسه ياخذ السحر ويفكه ويعود المريض معافى سليم خالي من المرض هل هذا جائز؟ انا اعتقد انك سلفي معنا أليس كذلك؟ الله إن شاء الله. فهل لك سلف في ذلك؟ لا أعلم. وأنا مثلك لا أعلم. فماذا يكون الجواب؟ في العلاج أم في برضه سؤال في العلاج أم في السؤال؟ أنت يعني إيش عم تسأل؟ أنا بسأل عن العلاج وعن السؤال. وأنا بجيب عن السؤال والعلاج. أما في العلاج في هذا؟ لأنه العلاج. ما. لأنه العلاج ناتج عن سؤال نعم ولا ليس كذلك لا هناك نوعين النوع الأول أنني أعالج بالكتاب والسنة أقرأ المريض بعض الآيات التي وردت
يعني قرأ رسول الله مثل الفاتحة آيات الكرسي المعوذات ما ليش نحن مولي موضوعنا ماشي وبإذن الله يعني يتعافى المريض نحن هاي مو هذا موضوعنا لكن أحيانا يحصل هذا مثلا أغلب مع هذا الجني وما يطلع فأقرأ على مريض آخر ويكون الجني قد أسلم ما في حاجة للعادة ما لك فيه سلف فأنت سلفي وما ليس لك فيه سلف فأنت خلفي المسألة واضحة نعم وأنا جاي دوره هو جاي دوره طيب يعني ملخص الكلام لا يجوز لا يجوز طبعا هذا اشتعال بالجن هذا اشتعال بالجن توب إلى الله استغفر الله طيب ما بيجوز سؤال الجن انه هذا مرض وكذا شو علاجه وكذا ومحاول سؤال انه بيأسلم شو دراك انه اسلم بجود انه هذه توريطة مشان يجرك الى قضية اخرى كما كان سفعل الشياطين مع العرب الجاهلية حيث ينطقون من اصنامهم فيضلونهم سواء السبيل لا يجوز التعاون مع عالم الغيب اطلاقا ولا يجوز منازاتهم ولا يجوز الطلب منهم أما العلاج إيش هو انتهينا لما ذكرت أن علاجك نوعين سلفي وخلفي فقلنا علاجك السلفي فنعم ما هو أما علاجك الخلفي فحسبك طب إذا أخبرك وأنت يعني بدون أن تطلب منه بشيء أنا أسمع منه لا أسمع منه خنام إلا أن عرفت أنه صدق في قوله عليه السلام وأن لك ذلك صدقك وهو كذوب نعم الضرب ما أذكر والله في أحاديث اللي وردت عن الرسول ما أذكر فيها ضرب على كل حال يمكن سؤال أهل الاختصاص هنا يمكن يكونوا أعلم به منا ذكرت أنت حديث ابن ماجه جزاك الله خير أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان الشيطان يلبس عليه الصلاة ولا يدري كم صلى فجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره وقال أخذ عدو الله تذكر هذا الحديث نعم هذا شيخي عفوا على حكاية الضرب جاءتني امرأة شيخ لا أقول عنك يعني اتصلت فيك هي متلبس بها الجن فقالت لي انه اخر مرة في من اخواننا كانوا بدهم يضربوا الشيطان او بدهم يخلوا الشيطان تموا يضربوا فيه ترى بدهم يضربوا فيه انا ما بضرب الشيطان فادلكت والله يستحق شيخ مسلم قالوا عن شيخ الاسلام رحمه الله كان يضرب النعام هل قرأت ذلك؟ أنا قرأت. أنا ما قرأت. أنا قرأت. وين؟ في الدعوة. نعم. المجلد. الثالث عشر تقريبا كل تقريبا ثلاثة الثالث عشر. 13 نعم. وابن القيم يذكر عنه في الطب النبوي أنه كان يضرب بالمريض 300 ضربة حتى يظن يعني الناس أنه قد هلك من كثر الضرب. أو أنه هالك ولو أنه ضرب به بعير لمات الله أكبر ومع هذا ما يشعر المريض بعد أن يخرج منه الجن ما يشعر بشيء وعندما يسأل هل ضربك الشيخ يقول على ما يضرب الشيخ ما فعلته للشيخ شيء حتى يضربني هذا يذكر ابن القيم رحمه الله رحمه الله من استطاع أن يكون كائبا تيمية فليفعل لكن في طيب غيره في مثل الضرب يعني يرجع هذا لصاحب الاختصاص ان كان يعلم ان التلبس كامل وان التلبس نوعين جزئي وكامل فان كان كامل فالمكان الذي يضرب عليه لا يشعر به المريض اما اذا كان تلبس جزئي وضربه على مكان ما في تلبس يشعر المريض بالضرب ويؤذي المريض مرض ظاهر كان تلبس من استطاع ان يكون كائبا تيمية فليفعل
لكن فيش طيب غيره في بالنسبه للضرب يعني يرجع هذا لصاحب الاختصاص ان كان يعلم ان التلبس كامل ولان التلبس نوعين جزئي وكامل فان كان كامل فالمكان الذي يضرب عليه لا يشعر به المريض اما اذا كان تلبس جزئي وضربه على مكان ما في تلبس يشعر المريض بالضرب ويؤذي المريض مرض ظاهر كان تلبسها جزئي نعم تفضل السؤال في العقيدة سؤال فقط سؤال العقيدة يا شيخ لما تأتي ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب اللي وردت في الحديث لقبض الروح بالنسبة للمسلم العاصي اللي ارتكب كبائر هل هناك حديث وردت في يعني في المنطقة الوسط هنا لا لا حديث طيب سؤال ثاني هل يشترط للمسح على الخفين نية المسح بعد لبسهم على وضوء هنا هذا السؤال كأنه نظري غير عملي إلا على المذهب الحنفي هل يشترط النية في الوضوء فيما تعلم استحضار النية نعم استحضار النية أفهمت استحضار النية تقصد شيء وإيش الفرض يشترط النية أو استحضار النية بتفرق بين الأمرين حتى تعرف جوابك لا والله ما أعرف ها ما تعرف لا. لكن ليش عم تستوضح استحضار النية يعني في ناس تقول لازم ينطق فيها يعني أنا ما عم أقول النطق فيها يعني النية على بالك أنت بتعرف النية شو هي النية في القلب طيب فالسؤال يشترط استحضار النية ولا لا طيب استحضار النية في الوضوء كل أو جزء يعني فقط لما تغسل إيديه ولك الوضوء طيب لما بتغسل رجليه مش داخل في الكل طيب لما بيمسح على الجوربين مش داخل في الكل فإذا سؤالك نظري غير عملي لا هو ينتهي من عرضه للمسألة على رأيه وبعدين يجي دور غيره هو معارض عرضه للمسألة معليش يا أخي لأني أنا كلمت محمد عليه مرة أنا طيب شو قلت له لما محمد أنا في يعني أحد تلاميذك هو ما رأك ولكنه أحد تلاميذك كنت أنا أتوضأ وألبس الجوارب ولكن بعدين لما أجي أمسح عليهم يقول لي هل أنت اشترطت لما لبست الجوارب إنك ستمسح هلا سؤالك اختلف فقلت له ما شايف أنت خليه هو بقى يبصر حاله هو اختلف هلا فقال له أنا لا ما عندي ما أعرف يعني أخي هذا سؤال غير سؤالك الأول طيب هو شو قال لك قال لي لا هو يرى أنك أنه أحسن أنك تستحضر النية أنك لما لبستهم أنك ممكن تمسح عليه وهل أنت تنقل عنه جيدا نعم هو قال لك الأحسن نعم ويقابل الأحسن شو بمعنى هل فهمت منه أنك حينما لبست الجوربين بعدما توضأت صبحا ما نويت هل فهمت منه أنه حينما توضأت ظهرا ومسحت عليه أن وضوءك صحيح أو فهمت منه أنه مو صحيح إذن ما نقلت عنه صحيحا أنت عم تقول خلق الأحسن معنى الأحسن يعني الأفضل وإذا واحد سلك الأحسن والأفضل ما عليه ضاير مثل واحد إذا قال لك جواب سؤال أنه أنا الصبح بدي صلي بجوز أنه صلي الفجر ركعتين فرض فقط دون السنة قال لك الأحسن أنك صلي السنة فهل تفهم من كلمة الأحسن أنه واجب تصلي هالركعتين قبل الفرض جواب لا طيب
أنت الآن مسؤول عنه أنه أدرك الأحسن أنك تنوي. نعم بس ليس بمعنى الأحسن، يعني أقصد هو لا يدقق عليه، يعني في أمريكا يأخذوا يعني يحاولوا أنهم ما يشدوا على الشباب، يعني أعرف كيف يحاولوا سهله، وليس لكن هو باعتقاده أنه الوضوء مش صحيح، يعني لو عملت هذا الوضوء غير صحيح، لا هذا يعني هو عمله وفعله يقول أنه هذا غير صحيح، يعني لكن هذا اللي يقول مو صحيح ما بيقلك أخي أحسن كذا، يعني أنا لما يقول لي أحسن أفضل أنك تشيلهم لا يجبرني أني أعمل هذا. المهم أخي الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. احنا كنا في امريكا يا شيخ، بعدين في معنى الكريدت كارد او لا السلام يا الكريدت كارد او الفيزا، ايه في امريكا كريدت كارد او فيزا كارد يستلف عليه الشخص فلوس من البنك او من الضروريات يعتبر في امريكا حتى تستطيع التعامل مع بعض الشركات وشراء بعض الحاجيات، ولكن هذا عليه فوائد ربويه عاليه جدا، وشخص قرر يهاجر لهذه البلاد فدفع المبلغ المستحق والمبلغ الأصلي ولم يدفع الفوائد الربوية وتركها، هل يجوز له أم لا؟ من أين يجوز له؟ هو غرقان في عدم الجواز، الخيانة في الإسلام لا تجوز، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى لو كانت ربا؟ حتى إيه؟ حتى لو كانت ربا، يعني هون بتعرف انه ربا ولما بتتعامل بالربا ما بتعرف؟ هي حتما من الضروريات، يعني الانسان حتما ليس من الضروريات، لانه لو بقي في بلاد الاسلام ما شعر بمثل هذه الضروره ابدا. نعم اقول يا شيخ هي ليست من الضروريات، ممكن ان الواحد يشعر. جزاك الله خير، هي مؤكدا يعني شاهد من اهلها، وانا واثق 100% انه لسه ممكن ان يعيش هناك من غير ما يحتاج اليها، هذا هو ممكن ان يعيش ويتصرف من غير انه يتورط في الربا. اعرف شخص في مدينه تسمى كولورادو نسي ان يدفع الفاتوره، هو اذا دفع الفاتوره كامله لا يضعون عليه نسبه مئويه من الربا، فنسي اخر يوم فأرسل الدفعة بالبريد المستعجل ودفع 8 دولارات على البريد، ولو صبر لو تأخر كان دفع دولارين ربا، ولكن لما علمت الشركة سألوه لماذا فعلت هذا، يعني أنا ديني يحرم الربا فأنا مستعد أدفع 8 دولارات ثمن البريد ولا أدفع لكم دولارين للربا، رفعوا حسابه، هذه طبعا يعطوه على حسب الحساب ممكن 500 دولار يستعمله، رفعوا حسابه لأمانته إلى 2000 دولار. على كل حال يا أخواننا لا تنسوا قوله تعالى مع الأسف المنسي من جماهير المسلمين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه واحدة، والأخرى أنصحك وأنصح الجالسين معنا جميعا أن لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأن هذا عمل اليهود كما تعلمون، فلا تقولوا فائدة وفوائد بدل الربا، وهذه لفظة عامة اليوم حتى في البنك الإسلامي مكتوب عليه بنك إسلامي يسمون الربا فائدة. من الذي يسمي الربا فائدة؟ هو الذين قال الله فيهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن أتذكر نكتة أقول، مثل الذين يريدون أن يقيموا الدولة المسلمة بهذه الطرق الملتوية ما بين عشية وضحاها، مثل الذين يريدون أن يطبقوا هذه الآية، يريدون أن يأخذوا الجزية عن كفار وهم صاغرون. هل هذا ممكن؟ هذا ممكن، ولكن متى؟ حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة ويطمئن لها الحكم ويبدأ هذا الحاكم المسلم يدعو إلى الإسلام
حينئذ يمكن أن نطالب من حول من دول كفر أن يعطوا الجنز عن يدهم وهم صاغرون. وكيف هذا وهن في بلادهم على الكفر؟ نرسل مثلا إلى روسيا وأمريكا أنه أنتم كفار، وفرنسا وألمانيا والبلاد القريبة إلينا كاليونان مثلا أنتم كفار لازم تدفعوا الجنز عن يدهم. لا، يجب أن تنطلق الدعوة من أرض الإسلام إلى ما يجاورها. فإذا كانت البلدة التي تحد حدود البلاد الإسلامية كافرة وذهب الداعي المسلم إلى تلك الأرض يدعو فيها إلى الإسلام فأذنوا له وأخذ يدعو وأقام في بلد الكفر يدعو الإسلام، وهم لا يحولون بينه وبين دعوة الإسلام، والكفار هناك يدخلون في دين الله أفواجا لا يؤخذ منهم جزية. ولكن إذا منعوا الدعاة المسلمين من أن يدعوا إلى الإسلام في بلادهم أعني بلاد الكفر، حينئذ ينطلق الجيش المسلم لينقل الدعوة بقوة السيف بعد أن منع الكفار الدعوة الإسلامية بالتي هي أحسن. فإذا ما احتل الجيش المسلم تلك البلاد الكافرة وتغلبوا عليهم، حينئذ يخيرونهم بين إحدى ثلاث، إما الإسلام وإما دفع الجد عن يد وهم صاغرون وإما القتل، فهم وما يختارونه. وهذا من تفاصيل الآية التي تشكل على بعض الناس: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ليس معنى لا إكراه في الدين يعني كما يقول بعض الكتاب اليوم الذين في قلبهم ريب في الإسلام، يقول لك لا يجوز مقاتلة كفار على الإسلام، وإنما فقط أنت تقاتل دفاعا عن أرضك فقط. فهم يقسمون الجهاد قسمين: جهاد دفاعي وجهاد هجومي. يقولون بأن الجهاد الهجومي لا يأمر به الإسلام، ويتجاهلون كل هذه الفتوحات الإسلامية التي لولاها كانت بلدنا هذه لا تزال في أيدي الروم أو الرومان. فهم يبيحون الجهاد في سبيل الدفاع، يعني نحن نبقى في عقر دارنا وندعو إلى الإسلام في وسط دارنا، لكن لا يجوز أن ننطلق بالدعوة إلى بلاد الكفر، وإذا انطلقنا فمنعونا لا يجوز لنا أن نقاتلهم، وهذا خلاف الإسلام. الشاهد قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي ليس هناك في الإسلام إما بتأسلم أو بقتلك، لا، في هناك لحلحة رحرحة، وهو إما أن تسلم وإما أن تدفع الجزية وإما القتل. أما تعيش هيك، لا تعيش في نظام الإسلام، وذلك والدليل على أنك ارتضيت هذا النظام مع الاحتفاظ بعقيدتك الكافرة أن تدفع الجزء عن يدي وأنت صاغر، فلا أنت ترضى بهذا ولا تحكم، لا تدين بالإسلام، فإذن أمامك القتل. إذن الكافر يخير بين أن يدخل في الإسلام وبين أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر. هذا معنى لا إكراه في الدين، وليس كما يفسرونه أنه لا يجوز للجيش الإسلامي إذا ما اعتدي على الدعاة الإسلاميين في بلد كافر أن يقاتل ذلك البلد الكافر. لا، هذا من الإسلام ومن شريعة الإسلام. الشاهد لا يجوز أن نسمي الربا فائدة،
لأن للأسماء آثارها في نفوس الناس، ومن أسباب فشو الربا بين الناس تضليل الجماهير عن الحقائق الشرعية بأسماء ناعمة. الربا لا يسمونه ربا، لأنه لو سمى ربا لتقزز بدل المسلم مجرد ما إيش يسمى هذا الاسم، لأنه يعرف يقينا أن الربا محرم. ما هي فائدة فائدة. وأخيرا وأخيرا طلعنا البنك الإسلامي ببدعة جديدة مرابحة، كنا نشكو من قبل أن يسمون الربا بغير اسمها يسمونها فائدة، الآن يسمون الربا بغير كمان لفظة الفائدة مرابحة، وهو الربا بعينه. إذن نرجو من إخواننا جميعا أن يستعملوا الألفاظ الشرعية وأن ينحرفوا عن الألفاظ البدعية، لأن للأسماء تأثيرها في نفوس الناس، ومن ذلك تسمية الربا بالفائدة. هي ضرر، كيف يسمونها بالفائدة؟ المؤجل يعني بحق يعني بحق انه يعيد يرفع السعر، يعني ما بحق كله، يعني هذا اسم جديد. نعم البيع المؤجل يعني بحق له انه يرفع السعر عن ما بيجوز. البيع المؤجل جائز لا شك، كالمهر المؤجل جائز، لكن مقابل التأجيل يرفع السعر ما بيجوز، سواء في هذا أو ذاك. جزاك الله خير يا أبو ماير، شو ظننت أنا فهمت يعني؟ نعم. اكتشفت أن زوجها يعني بعد طول عشرة له يتعامل بالربا أو يتعامل مع البنوك الربوية، فهل يحق لها أن تبقى عنده؟ ماذا تفعل يعني؟ هذه أسئلة تأتينا دائما وأبدا، هل يمكنها أن تبقى عنده؟ لا أسرعوني، هل يمكنها أن تبقى عنده؟ والله السؤال يوجه لها يعني، يوجه لها. نعم بس الكلام أستاذ يعني البعض أفتاها أنه تعيش من أجرة شقة زوجها يعني يؤجرها، فهذه الشقة بتقول زوجي مشتغلها من جراء ربا كان يتعامل به. هاي سامحة فيها، بس خليك على الأولانية. نوجه السؤال. نعم يسأل فرد عن نفسه بأخذ ذلك معلش ايه يسأل عن الربا. اتفضل. يسأل أحد الإخوة أنه أخذ قرضا من البنك الله أكبر الربوي، هذا أحد الإخوة. نعم شايفه تابد الله خذوا عبرة. معليش معليش أنت سميته شيء؟ لا نعم معليش سميته؟ نعم عرفوا؟ نعم الله يهديك. ما سميته لذلك ما في غيبة، لكن خذوا عبرة. نعم أخلنا تاب الحمد لله، لكن هكذا المجتمع الإسلامي، كم وكم من ناس مصلين وصايمين ويمكن يقوموا الليل ويصوموا النهار والآخري، وهم يتعاملون معاملات ما أقول لك ربوية فقط، معاملات محرمة. هذا تاجر ما بيسأل ببيع أشياء بتعين على المنكر ولا لا، بيشتري أشياء بيعرفها مسروقة منهوبة ما بهمه، المهم جمع المال، ومسلم وصالح وبيصوم ويمكن حريص أن يصلي بالصف الأول والآخري. هذا هو المجتمع الإسلامي بهؤلاء بدها تقوم الدولة المسلمة. هيهات هيهات ما توعدون. الله أكبر. نعم إيه هذا شو سوى؟ أخذ قرض من البنك بمقدار 25,000 درهم، وعلى هذه النقود عليها ربا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سواء قل أو كثر وتاب. وهذه 25,000 تاجر فيها وأصبحت الآن يعني ألاف مؤلفة. فتاب من ذلك، فماذا عليه؟ هل لأنه يعني استفتى بعض الناس
الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة، فقال له عليك أن تخرج 25,000 هذه، علما بأنه سدد 25,000 للبنك من راتبه، يعني من راتبه الشهري سددها للبنك مع الفوائد مع الربا. نعم مع الربا. نعم مع الربا. فهنا أفتاه بعض الناس أنه يخرج 25,000 من ماله الذي جمعه من هذه التجارة اللي 25,000، ويخرج 25,000 هذه مع الفوائد مع الربا كذلك، ويتوب إلى الله توبة نصوحة. هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح إلى حد ما. نعم. يعني هذا لابد منه توبة. نعم. يعني الشيئين دون. نعم. لابد منه، لكن أنا في اعتقادي لا يكفي. لماذا؟ لأنه الحاصل من 25,000 ما بني على فاسد فهو فاسد. إن الكلام إلى الفتوى صحيحة؟ نعم. أنا بقول أقول أخي الفتوى بأمر بالتوبة وإخراج 25,000 هذا لابد منه، ما أقول فتوى صحيحة، بقول فتوى ناقصة. وبينت السبب، لأنه 25,000 هذا هو مال محرم قام عليه كما قلت ألوف إن لم نقل ملايين. ما بني على فاسد فهو فاسد. فأنا بقول أنه هذا الإنسان بالإضافة إلى ما قيل له من الأمرين السابقين ذكرا، يجب أن يستمر في الإكثار من التصدق بهذا المال المجموع عنده، بحيث أنه يشعر أنه نفسه تزكت من أوضار الربا السابق. مثال هذا مثال ماء نجس وقع في نجاسة وتنجس، كيف تطهيره؟ بالمكاثرة، مكاثرة الماء النجس بالماء الطاهر حتى يغلب على الظن أن هذا الماء خرج عن كونه نجسا وليس إلى طاهر فقط بل وطهور مطهر. لمن يعطي هذا المال؟ يعطي هذا المال الحاصل المربوح من الحرام، هذا يمكن أن يعطى للفقراء والمساكين لأنه ليس هو عين الربا. إن الله طيبا لا يقبل طيبا. ليس هو عين الربا. خذ اسمع مني بعدين إذا كان عندك ملاحظة فيها. لو أن رجلا أودع 20,000 وأخذ 25 أي 5 ربا، هذه ما بيجوز يعطيها الفقراء والمساكين. لكن مسألتنا غير هيك. الخمسة دون اللي هي ربا هدون لازم يصرفهم في المرافق العامة نقول نحن، وليس لأفراد معينين من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين. أين أما المسألة عم نحكي فيها نحن هذه غير هذه، ما في مانع أن يظل يستمر في التصدق من هذا المال اللي اكتسبه من 25,000 اللي هو عين الربا. هذا ما عندي والله أعلم. والآن تسمح لنا يا أستاذ. طبعا عليه زكاة من باب أولى. سؤال بس حول الربا بس. تفضل. القنبلة اللي من البنك يوضع عليها ربا شاكيف، أنا أستلمها في مواقع إنستغرامها. الله يحفظك. الله يبارك فيك. رسول الله جاء في الحديث أنه لعن شاهده. هل أكون أنا في هذه الحالة شاهده؟ ما أنا تعودت له في الخير. الله يحفظك. الله يبارك. أنا أعطيتك الجواب سلفا. لعلك فهمتني؟ أعد. هو يبقى ما كان تدعو له مرة ثانية. مرة ثانية تدعو له. حفظك الله من الربا.
وبإعانة على الربا. فهذا ما يجوز، هذا العمل أبدا ما يجوز. بتدور عملية المفاوضات هاي اللي تجري قاعدة في بين دول عربية مش خطيرة في العرش. طيب يعني رايحين يوقعوا على تنازلات بالنسبة للأراضي الإسلامية هاي، لو إنسان يعني صابت الحماس وراح وقال بدي أعمل أو أقاتل أو كذا ما أشبه ذلك هاي الناس، هل هذا الشيء بجوز؟ ما بجوز. ليش؟ لأنه مش هذيك. كيف؟ مش هذيك اللي كنت سألت عنها وأجبناك عنها، يعني العمليات الحدودية. نعم. شو الفائدة منها؟ على الأقل يعني بظلها عملية تحريك وشيء عن ولا ناديت أسماء تحيا تحريك الحكومات ضد الإسلام، ولكن لا حياة لمن تنادي. ما لجرح مميز إلامه، يعني فكرك أنت على داخل في مخك أنه هي بتحريك وأنت تعني أنها تميت هؤلاء وتمنعوا من أن يتحركوا إلى الضلال، هكذا تعني عدم يعني عدم الحركة، الوقوف الوقوف يعني هذا ما أنا عم شرحت لك، فأنت مقتنع أنه هذا بيمنعهم؟ لا ما بيمنعهم، بس إحنا بمنعنا إحنا، يعني بمنعنا إحنا نفكر، بمنعنا إحنا نكون نشيطين، ومنعنا كذا. ما بإمكانك تكون نشيط إلا بارتكاب ما حرم الله؟ لا ما إحنا ليش سؤالنا حتى نعرفنا ما حرم الله أو غير ما حرم الله. وليه جوابنا؟ ليه جوابنا؟ نعم. ربما يكون لك الموضوع. ظاهر في حربجية الأرض. الأرض مسكونة. سؤالي أخف من سؤالك. أي شاهد شاهد من أهلها. اللي أقول يعني ما موقف المسلمين المنتظمين من هذه المفاوضات؟ يعني على فرض بعد انتهاء هذه المفاوضات أصبح اليهود لهم يد في المنطقة ويطرحون ويمرحون، وأنت ترى اليهود يعني أمام عينيك، فما موقف المسلمين المنتظمين من هذه المفاوضات وما يترتب عليها في المنطقة؟ ما موقف إيش؟ المسلمين المنتظمين. ملتزمين. نعم. شو موقف الملتزمين في القدس؟ في إيش؟ في القدس. جلال. شو موقف الملتزمين في الضفة؟ احنا الان اول امس لما كنا نناقش لابد من التصفيه والتربيه، ولابد من يعني الطائفه المنصوره لها صفات، حسب ما قلت لا اعلم الان انها موجوده في جماعه معينه، وانما يكونوا متفرقين هنا، ربما يكونوا متفرقين هنا وهناك. فمثلا انا الان عن نفسي اقول ما موقفي عندما ارى اليهودي يطرح ويمرح ويعمل ما يشاء في بلاد المسلمين، ايش موقفي؟ هذا سؤالي بس. شو موقفك لو كنت من ضعفاء المؤمنين في مكة؟ سكوت. اخذت الجواب. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك، وانا لا ارضى ان تقول السكوت، افعل ما فعله ابو بكر، لكن هل اشتغل القتل؟ لا. السلام عليكم.